بكم أعزائي المشاهدين الكرام في هذا اللقاء الجديد والمميز من لقاءات برنامجنا الوطني كفاءات أردنية. وكما عودناكم دائما نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن، ونحن الآن في ضيافة السيد رياض صغير رئيس هيئة المديرين لشركة سيتي ستار في منطقة الهاشم الشمالي العريقة. في البداية بنحب نحكي لك السيد رياض، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكو وفي فريق العمل وفي إدارة جوسات الحقيقة وفي إدارة برنامج كفاءات اللي بنتابعه إحنا باستمرار، ويعتبر من برامج المتميزة واللي بنفتخر فيها، وبنتمنى إنه يساعد على تطوير ونمو هذا البلد. أكيد منورنا سيد رياض عبر شاشتنا. في البداية بنحب نتعرف على حياتك العلمية والمهنية قبل افتتاح هذه الشركة. في الحقيقة أنا انهيت دراستي الثانوية سنة 78-79، بعدين التحقت في جامعة بلغراد ودرست الصيدلة هناك، رجعت إلى الأردن وبدأت العمل في مجال التسويق والمبيعات مع بعض شركات الأدوية. كان آخرها شركة أدوية أمريكية اسمها وياث. كنت أعمل كموظف مبيعات وتسويق، يعني تدرجت في عدة مواقع يعني في هذه الشركة. عملت معهم حوالي 23 سنة، أو مجموع ما عملته في مجال الدعاية والمبيعات 23 سنة. بعدها تعرضت لوعكة صحية كانت قاسية، كنت يعني طريح الفراش مدة حوالي سنة أو أكثر شوية. بعدين بدأت أتعافى بشكل تدريجي، وبكل تصميم وإرادة قررت إنه أبدأ يعني أفكر بعمل مشروع أو مشاريع أأمن فيها مستقبل أبنائي. أكيد نعم. عليك نعمة الصحة والعافية الدكتور رياض. دكتور رياض، خلينا نتحدث عن الخدمات المقدمة داخل هذه الشركة. الشركة تأسست سنة 2013، بداية تأسيسها كان تحت اسم شركة شبه الجزيرة العربية للمستحضرات والتجهيزات الطبية ذات مسؤولية محدودة. هي طبعا شركة عائلية، يعني لي ولأولادي الثلاثة، لكن في ذلك الوقت في 2013 كانوا أبنائي قصر. بدأت العمل وكان عندي هدف محدد وواضح، هو الحصول على توكيلات للأدوية والمستحضرات أو المكملات الغذائية والفيتامينات، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية. لكن لم أنجح إلا في شهر ماي أو في شهر 5 من العام الحالي في الحصول على 4 توكيلات، والحمد لله وفقت، وقد أكون أنا الأردني الأول أو الشركة الأردنية الأولى اللي بتحصل على 4 شركات على توكيلات 4 شركات من أوروبا للشرق الأوسط، شمال أفريقيا وأفريقيا، ميناء أند أفريكا. ما شاء الله الدكتور رياض، ما شاء الله عنك كخبرتك ولك الباع الطويل في هذا القطاع، كيف ترى تطور هذا القطاع وهل يوجد كفاءات كحضرتك؟ أول شيء القطاع هذا بكل تأكيد يتطور. الأردن بشكل عام يتطور وينمو، وقد يكون من أوائل الدول في العالم اللي يزداد نموا وتطورا وبشكل سريع جدا. نحن كأبناء الوطن ربما لا نلمس هذا التطور، لكن الذي ينظر إلينا من الخارج يعرف
ويعي مدى تطور الأردن. الأردن يملك الكفاءات الخاصة من كل المناحي الحياتية أو في كل المناحي الحياتية، فبالتالي هذا بيكون دافع للتطور. إذا مش بس شركة شبه الجزيرة العربية هي اللي بتحقق نجاح، أنا واثق إنه هناك العشرات بل المئات من الشركات اللي بتحقق نجاحات، ونجاحات كتير مهمة بتساعد على تطور البلد وتقدمها. دكتور رياض، خلينا نتحدث عن عدد الكوادر داخل هذه الشركة، وهل هم ذات خبرة وكفاءة؟ احنا حاليا بنحكي في الشركة، شركة شبه الجزيرة العربية للمستحضرات والتجهيزات الطبية، استحدثت كما يسمونه باللغة الإنجليزية سيستر كامباني، شركة شقيقة لها تحت اسم سيتي ستارز. هذه سيتي ستارز لها فكرة، واحنا نستقي الافكار من الاخرين، وهذه حقيقة وليس عيبا. هذه الفكرة استقيناها من سمارت باي على سبيل المثال، لكن طورناها، يعني اخذناها بشكل مطور اكثر. شركة سيتي ستارز فتحنا الفرع الاول لها، او لم نفتتحه بعد رسميا، ان شاء الله خلال الشهر القادم او الذي يليه سيتم الافتتاح الرسمي لهذه للفرع الاول، لانه طموحنا انه نتوسع ونفتح افرع ثانية. هذه الشركة او سيتي ستارز تضم على مجموعة اقسام. القسم الاول هو عبارة عن الاكسسوارز بنسميها، او الاكسسوارات، لكن احنا عندنا قسم الاكسسوارات لا يعني اللي هي الشغلات الحلي النسائية فقط. الاكسسوارات هنا عندنا تبدأ من البياضات، اللوازم المكتبية، يعني نقدر نحكي كل ما يلزم الطالب من الصف، من الحضانة إلى الروضة إلى المدرسة الابتدائية إلى الجامعة وإنهاء الجامعة. الدفاتر كلها موجودة، الحقائب موجودة، الأقلام، المحايات، كل شيء. يعني في قسم البياضات اللي هو من شراشف، لحف، حرامات في موسمها بتكون موجودة، أوجه المخدات، البشاكير، كل ما يلزم المرأة. بننتقل للقسم الثاني في قسم الإكسسوارات اللي هو قسم التحف والهدايا. في عندنا قسم آخر لأعياد الميلاد، يعني كل ما يحتاجه الطفل او حتى المسن، حتى بنوصل عمر المسن نعم لتحضير عيد ميلاد له وشغلات زي هيك. اضافة لهيك في عنا القسم المهم برضو واللي بهم الستات اللي هو قسم الادوات المنزلية. قسم الادوات المنزلية هذا احنا في منطقة اسمها الهاشمي، الهاشمي الشمالي حقيقة، وهون هذه قد تكون دعابة يعني. أول ما بدأت أفكر أنه أفتح أنا في الهاشم الشمالي، الكل بدأ يقول لي هاي منطقة فقراء وهذه منطقة مش عارف شو حاجة بالضبط. نعم، لكن احنا تفاجأنا أن هناك يعني في عنا زباين ما شاء الله، يعني مستعد والحمد لله يفوت ويشتري هدية بخمسين دينار، يعني لا تحصل في أي منطقة. لا يعني منطقة الهاشمي منطقة شعبها مش فقير، لا أنا ما بقدر أسميه أنه شعب فقير، هو شعب طبقة متوسطة على العين والراس كأغلبية الشعب الأردني. بهمه أنه يتوفر، يعني أنا رغم أنه إحنا مش فاتحين
بس بدخل عندنا زباين بنحب ناخذ ارائهم وبتطلعوا على الاسعار اللي بنحطها بقول لا بهمنا غالي يا اخي ليش ما بهمنا، يعني احنا بنقول لهم انه حاطين هذه الشغلات وبهمهم رخيص يعني. فهذه الشغلات هلا في عندنا القسم الثاني من الشركه اللي هو قسم المفروشات، واللي ان شاء الله رح نبدا احنا ب يعني تاسيسه خلال الاسبوع القادم بكون اكتمل. حتى في قسم المفروشات هذا راح يكون في عنا على سبيل المثال اخذنا توكيل من فرشات ريتشموند بأسرة وفرشات صحية، بالإضافة لهيك في عنا قسم آخر وهو القسم الأكبر للإلكترونيات والكهربائيات، في عنا قسم مخصصين وبنجري مباحثات حاليا مع شركات الاتصالات اللي هو يكون مخصص للاتصالات لكل شركات الاتصالات اللي موجودة داخل المملكة. نعم أكيد. سيد رياض، لو حالفك الحرب وتقابلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، ماذا ستقول لهم؟ فضل الكاميرا والمايك معك. بداية أنا من جيل يعني جلالة سيدنا الملك عبد الله ومن الناس اللي واكبوا حكمه من اللحظات الأولى بعد وفاة سيدنا جلالة الملك حسين رحمه الله، وكنت برضو بتابع عن إلي اهتمامات السياسية لا شك يعني كأي مواطن أردني، ربما كنت أختلف أنا في بعض الأحيان مع بعض المواقف السياسية، لكن حقيقة وهذه للأمانة أقولها كجلالة سيدنا لم يشهد الوطن العربي أي حاكم بهذا المستوى. يكفينا فخرا أنه موجود في كل المحافل العالمية، وجود جلالة سيدنا هذا يعطي للأردن مكانة. أنا بدون هذا الوجود أنا كان مش موجود على هذا المكتب. نحن في وطن ذات مصادر مالية محدودة، لكن احنا كفاءاتنا العلمية وبفضل دعم جلالة سيدنا وجلالة الملكة أسسوا خبرات علمية كافية أو عندها المقدرة لأنه تنهض بمؤسسات إن كان عامة أو إن كان خاصة وتتقدم في البلد. خلينا نوجه أيضا رسالة لحماة الوطن اللي هم الحرس على الحدود، وزي ما بيحكوا دائما الأردن حديقة داخل حريقة. ليش بتحب توجه لهم رسالة على نعمة الأمن والأمان؟ أول شيء طبعاً يعني ما بيسعني في هذا الوقت إلا إنه أقدم لهم ألف تحية وكل الفخر والاعتزاز من أصغر جندي إلى أكبر ضابط في جميع خلينا نقول مؤسساتنا الأمنية، بدءا يعني من الشرطة حتى وصولا إلى الجيش. ويكفينا فخرا أنهم استطاعوا على مدار يمكن خامس سنة أو سادس سنة من الصراع حوالين المنطقة أنهم يحموا الوطن ويمسكوا حدوده بشكل دقيق وكامل وبشكل صلب، منعوا دخول الإرهابيين وغير الإرهابيين وحيدوا الأردن عن كل الصراعات اللي بتدور حواليه. هذا يعني هذا حقيقة مصدر للفخر والاعتزاز، فكل التحية لأصغر جندي حتى أكبر جندي. صحيح.
أو أكبر مقاتل. الأمن والأمان علينا وعلى جميع البلاد العربية. وفي نهاية لقائنا أعزائنا المشاهدين الكرام، نتقدم بجزيل الشكر للدكتور الصيدلاني رياض صغير رئيس هيئة المديرين لشركة سيتي ستار، ونحب نحكي لك نورت شاشتنا. يا ميت أهلا وسهلا فيكو، وبتمنى لكم كل التوفيق في عملكم وفي برنامجكم كفاءات، والله يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. أعزائي المشاهدين، نستكمل حلقتنا مع السيد سيف الصغير المدير العام لشركة سيتي ستار. بالبداية مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم مساء النور. أهلا فيكم نورنا طبعا عبر شاشتنا. الله يسعدك يا رب، أهلا وسهلا فيك. السيد سيف، خلينا نتحدث في البداية عن حياتك العلمية والمهنية قبل البدء في هذه الشركة. نعم، أنا أكملت دراستي الجامعية في كلية القدس، أكملت طبعا في مجال إدارة الأعمال، أنهيتها من فترة بسيطة جدا. حاليا أنا المدير العام لمعارض سيتي ستارز وشركة شبه الجزيرة العربية. إحنا هون في معارض سيتي ستارز بنختص في جميع المجالات اللي بتهتم في تلبية متطلبات المنزل، من الأدوات المنزلية إلى المفروشات إلى فرشات السرائر إلى كل شيء بيختص بالفرد أو كل ما يلزم الفرد أيضا. بدأت فكرتنا في معارض سيتي ستارز هي للتنويع في البضاعة الموجودة في البلد. كثير احنا بنشوف انه هون في الاردن البضاعه الصينيه المستورد من الصين، لكن احنا هون كانت فكرتنا نوعا ما مختلفه، هي التشكيل في البضاعه المستورده. عندنا البضاعه الصينيه، عندنا البضاعه المحليه، وعندنا البضاعه التركيه ايضا. طبعا احنا بنحاول نوفر كل الاسعار اللي في متناول ايدي المواطن الاردني، حتى نجمع بين كل الليفلز الموجوده في الشعب، بين الشعب الاردني. السيد سيد، خلينا نتحدث قليلا عن الكوادر العامله داخل هذه الشركه، كيف نبدا عملهم وهل هم ذات خبره وكفاءه؟ طبعا في معارضنا احنا اهتمينا انه يكون كادرنا العامل في المعارض هو كادر مختص وكادر ذو خبره. كل الموظفين اللي عندهم موظفين مبيعات مختصوا في مجال المبيعات، طبعا عندهم خبرات سابقة في عدة مجالات في عدة معارض في مجال المبيعات. السيد سيف، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لحضرتك المدير العام لهذه الشركة؟ طبعا هو طموحنا أولا وأخيرا هو تطوير في المجتمع، وأيضا التدريب والتشغيل لجميع المواطنين الأردنيين، والتقليل من نسب البطالة حسب الرؤية الأردنية للفترة القادمة. أيضا إحنا برضو بنطمح أنه تنويع البضاعة بشكل أكبر، وأيضا كمان انتقالنا من مش بس فقط في هاي المنطقة هون في عمان، في إلى عدة مناطق في المملكة إن شاء الله بإذن الله. الله يديم عليكم الصحة والعافية وتكبروا شركتكم أكثر وأكثر. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك سيد. أهلا وسهلا. طبعا هذا القسم هو القسم المختص في الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ. طبعا هاي الأدوات المنزلية هي مستوردة من الصين أو تركيا أو مصانع أردنية متواجدة في الصين.
تعب أخوك داوي بمية العين، بالعلم اطلع وعالسما نجمين، لا تضلوا للأردن نورتين، أهل الهمة وشمعات هالبلد الزين. وحياة زيتونك لطلع الخير لعيونك، غمض جفونك يا بلاد إسلامك تصونك، لشمالك وجنوبك يا أردن لسهر عمرك، وانطفت نجمة بسماك.